كومبير دي نيو دراج اي فيرسس الجولد ستاندرد دراج اي نقطه. يبقى انا حضرت القارئ لما هو قادم للموضوع. يبقى دول هم الاربع فاندمنتال ايشوز بتاعت الايه؟ بتاعت الانسولين. طيب تعالى بقى في بعض النصائح، كلمه ادفايس لا تجمع، خلي بالك مفيش ادفايس، انفورميشن لا تجمع، ليتريتشر لا تجمع، تمام؟ ايه بعض النصائح وانت بتكتب الانترودكشن؟ It should be short to the point so the reader can get the main body of the paper. Should be easy to read and don't use too many references which is more suitable to the discussion. ساعات ناس تروح كاتب ايه؟ يروح كاتب لك وانت عندك 20 ريفرنس، مثلا عندنا في المسائل الخاصه بالجرم غير 20 ريفرنس. يروح كاتب ستيتمنت وبعدين من فوق كده واحد شرط 20 ريفرنس. خلاص هتستهلك كل ال 20 ريفرنس في ستيتمنت واحد. طبعا اتس نوت كوريكت. المفروض الريفرنس سيكشن تستخدم 3 4 5 ريفرنس كتير اللي هم الموست ايه؟ الموست ابديتد ريفرنسز. الريفرنسز الكتيره دي بتكون مور سيوتبل فور ذا سيكشن اوف ديسكشن. طيب ادا ريفيور هو اللي ازاي الريفيور هي ايفالويت ذا سيكشن اوف انتروداكشن؟ هيسأل يقول كده. Are the objectives clear? Is the importance of the study adequately emphasized? Is the subject matter of the study new? Is previous work on the subject adequately cited? ديت الأربع أسئلة اللي هيسألها الريفيور وهو بيعمل evaluation the section of introduction بتاعت المقال. بعد كده materials and methods. هي اسمها materials and methods يعني حاجتين. لا هم خمس حاجات مش حاجتين بس. هي materials وبعدين methods وبعدين study design وبعدين statistical analysis وبعدين ethical concept. يبقى اذا section of materials and methods بيشمل 5 fundamental parts. اول حاجه الماتيريالز، لو كان الماتيريالز بتاعتك patient فانت بتوصف العيانين، تشوف الاورال ديموغرافيكس، النمبر ديموغرافيكس، الكاليبر ستادي، ديوريشن اوف ستادي، الانكلوجن كرايتيريا والديكسبشن كرايتيريا بتاعتك. لو كانت الماتيريالز انيمالز فانت بتوصفهم برضه السبيشيز، السترين، الويت، الجندر، النمبر، لوكاليتي اوف ستادي، ديوريشن اوف ستادي، والانيمال موديل. Full description of the animal. الانيمال كل واحد ربنا خلق سبحانه وتعالى الانيمالز نورمال. فانت لما بتيجي تعمل استدي على انيمال فانت بتعيد المرض اللي انت عايز ايه تعمل له استدي. ده نفس الموديل ده. اذا انت تقدر تعمل موديل ده اختراع، ده very easy to be published. انت ممكن تعمل modification للموديل. يعني انا لما جيت اشتغل عملت انا بي اتش دي في هولندا بعد الدكتوراه المصري على الاستراكتيف يوروبي، فكنت عايز موديل يعمل لي ديفرنت جريدز اوف اوبستراكشن، مش كلهم نفع. يعني كان كل المودلز بيعمل اوبستراكشن فبيطلع اللي يطلع بقى، ما فيش كنترول. فرحت انا عملت موديل يطلع لي جريد 1 2 3 هذه الفروز، وبعدين لقيت ان ده جيت حد نصحني ان ده ممكن يتنشر، فاول ما جيت ابعته اتنشر على طول. فده من ضمن الحاجات اللي انت تقدر تنشرها انك تعمل انيمال موديل للديزيز اللي انت بتشتغل عليها. تاني حاجه هو الميثودز. الميثودز بنقسمها الى بري بروسيجر، بروسيجر، بوست بروسيجر عشان ما ننساش. بري بروسيجر اللي هو ايه؟ ما قبل ال how you are going to prepare your patients to be included in this study. يعني ايه؟ هتشوف بقى الهيستوري، الكلينيكال اكزامينشن، واللابراتوري انفستيجيشنز، والايمجينج، وكل حاجه. ازاي بتحضر العيان بتاعك او الماتيريالز بتاعتك انها تخش في المستشفى. بعد كده البروسيجر انت بقى بتعمل ايه؟ بتدي درايف، بتشوف بقى توصفه بقى الروت اوف ادمستريشن والمش عارف ايه اللي انت عارفينه كده. بتعمل عمليه بتوصفها، بتعمل راديولوجي بتوصفها وهكذا. بعد كده البوست بروسيجر ان بعد ما انت عملت الكلام ده بتتابعه ازاي بقى؟ يعني بتشوف بقى الفولو اب، الفولو اب بتعمل ايه في المتابعه؟ هتعمل اشعه، هتعمل لاب، هتعمل ايه بالظبط؟ هتعمله كل قد ايه؟ كل ثلاث شهور، كل اربع شهور، هتعمله لمده قد ايه؟ الديوريشن اوف فولو اب. وبعد كده بتقول بقى ان انا هقارن ايه بايه عشان تو بروف اور ديس بروف ماي هايبوثيسيس.
يبقى كده عشان ما ننساش. ثالث حاجة الاستادي ديزاين، فاكرين اللي احنا قلناه الصبح؟ لازم توصف الاستادي ديزاين بتاعك. ده لو كان كنترول ده هتقول طبيعة الكنترول، لو كانت راندومايزر هتقول طبيعة الراندومايزر. لو كانت راندومايزر كنترول هتقول ايه السامبل سايز والكونسورت فلو شارت والكلام اللي احنا قلناه الصبح. الاستاتيستيكال أناليسيس زي ما انا بقولها يعني بتاع ان انا بقولها كويس. أي مقالة ولو كانت كيس سيريز فيها ستاتستيك. انا زمان كنت فاهم الستاتستكس ان انا اقارن حاجه بحاجه. لا، لو انت عندك ايج لمجموعه 50 عيان هتقول ايه؟ هتحسب لهم مين ستاندرد ديفيشن او ميديان ريت او ده بيحصل. يبقى اذا اي مقاله حتى ولو كيس سيريز ريتروسبكتيف نون كنترول ستادي مجموعه واحده فيها احسن. فلازم يبقى في باراجراف للستاتستيكال اناليسيس. يعني مثلا هتقول مثلا ايه؟ هتقول ان مثلا كونتينوس داتا ار بريزنتد از مين بلس ماينس ستاندرد ديفيشن وين سيمتريكالي ديستريبيوتد اند از مين اند رينج وين اسيمتريكالي ديستريبيوتد. اوردينال اند نومينال داتا ار بريزنتد از فريكونسي اند بيرسنت. يبقى انت كده عملت اليونيفاريت اللي هو التوصيف اللي هو ابسط حاجه في الدراسه. لو في بقى مقارنات ما بين مجموعتين وكده هتقولها، بس ما اقدرش انا اقولها دلوقتي عشان ما قلتش ده. فلازم توصف، ولو في مالتي فاريبل لازم تقول. بعد كده الايثيكال كونسيدريشنز ممكن تتاخد في النص وانت بتتكلم، يعني مش ضروري تبقى تاخد عنوان، لكن تشمل لازم الكونسنت وتشمل الابروفال اوف ذا ايثيكال كوميتي، وتشمل اذا كانت فاندد ولا لا، وتشمل اذا كان في كونفليكت اوف انترست ولا لا، والديكلاريشن اوف هيلسنكي. ايه كونفليكت اوف انترست دي؟ اللي هو عدم وجود تضارب مصالح بينك وما بين الاوثرز وما بين المرضى وما بين الشركات المنتجه للدوله وكانت الشركه فند. كان عندنا مثلا عندنا الدكتور حسن يعرفه، كان في اديتور فخم جدا كان مسك مجله اسمها يورولوجي، مش جورنال اوف يورولوجي، وعمل لها بقت فخمه جدا، وبعدين فجاه لانها اترفض من اي او اي الامريكان روش اسوسيشن ورفضوا من المجله وقعدوه في البيت ودمروا حياته. ايه اللي حصل؟ ان الراجل ده نشر مقاله عن البروستيت سبيسيفيك انتيجين بي اس اي في الدايجنوستيس اوف بروستيت كانسر، وكانت ان فيفر اوف ذا ماركر، وكان واخد فند من الشركه المنتجه للماركر، وما قالش ان البتاع دي سبورتد بيف كمباني. هو مش عيب ان البحث يبقى فاندد، لكن لازم تقول. لو انا مثلا انا بتاع مسالك بوليه وبدعي ان انا كويس في المناظير وكده، فجت شركه ستورز كمباني بتقول لي بقى نظرا لان انت كذا كذا فاحنا ايه اخترناك انك تجرب لنا العدسه دي وهنديك 1000 دولار في الشهر فرضيه مثلا. فانا كبرت تمام، وبعدين عملت كذا، وبعدين طلعت العدسه ونشرنا بقى المقال. لازم اكتب ان البتاع دي فاندد وان الريسيرشرز كانوا بياخدوا فلوس من الكمباني، ومش عيب اطلاقا. لذلك اي حد منكم بيجي يقرا مقاله سبورتد باي اي كمباني لازم ياخدها بحذر. ليه بقى؟ لانهم بيعملوا عمايل للاوثرز للكونتريبيوتورز، يجي يقول لك ايه احنا هنعمل بمناسبه مرور 6 شهور على البحث، احنا عازمينك في نيس في فرنسا عشان ايه نعمل بريلمينري ايفالويشن اوف ذا داتا، ومنزلك فندق 5 نجوم ويدلعك الدلع الفظيع اللي ما فيش منه تمام؟ كل شويه يكرر الحكايه دي. فانت بيبقى عندك نوع من الحياء الداخلي كده، يعني ايه؟ نفسك بقى ان البتاع يشتغل بقى ما عمالين يعرفوا فيك ويصرفوا عليك والكلام ده. فبيبقى عندك حاجه من جواك كده بتخليك ايه؟ مش متحيز. فخلي بالك من الحاجات اللي فند من الشركات، ابقى خدها بحذر. ايه الديكلاريشن اوف هيلسنكي؟ ده هيلسنكي عاصمه فنلندا. كان في الستينات عملوا اجتماع من اماكن مختلفه من ريسيرش سنترز اول اوفر ذا وورلد، وعملوا اعلان هيلسنكي اللي هو فيه مبادئ جميله جدا للتعامل مع الانسان والحيوان في البحث، كلها حاجات جميله تتماشى مع الشريعه اليهوديه والمسيحيه والاسلاميه، حاجات في منتهى العظمه. وبعدين ابتدوا يحدثوها كل 5 6 سنين، يقعدوا في مكان بشكل وتبقى ابديتد ابديتد ابديتد.
فليها فيرجنز كتير. فانت لو ما انت لو كانت انيمالز بالذات انيمالز تقدر تقول the animals has been treated according to the principles of the tradition of كذا وتحط لها ريفرنس. وكذلك في الهيومن برضه بس بتبقى اكتر مهمه فين؟ في الانيمالز بالذات عشان الانيمالز ضعيفه. طيب بعض النصائح بقى في السكشن ده only new methods are described in details for previously published methods حاجات منشوره قبل كده لو كانت very common انت بتقول بس اسمها ومعرفه لكن لو كانت منشوره قريب من ست شهور او بتاع انت متوقع ان اغلب الناس ما عرفهاش فانت بتعمل ريزومي صغير كده وتحط ريفرنس عشان توفر على الناس ان هم يروحوا يطلعوا المقاله ويكتبوا لان انت متوقع ان اغلب الناس ما قروش الحاجه. وبعدين don't lose your objective all methods you should be devoted to satisfy the objectives of this study. ما تعملش حاجه الا اذا كانت في صميم خدمه ايه الغرض من المعرفه. طيب ده الراجل جالك اهو ازاي بيفالويت بقى الايه السكشن اوف ماتيريالز اند ميثودز از بيسال كده از ذا ستادي بوبوليشن ديتيلد ادكوتلي ار ذا ميثودز ديسكرايبد ويل انف تو ريبروديوس ذا اكسبيرمنت از ذا ستادي ديزاين كلير ار ستاتستيكال ميثودز انكلودد. دي الاربع اسئله اللي بيسالها الخواجه اللي ايه بيريفريم اللي بيحكم الايه الحاجه بتاعتك از ماتيريالز. طيب بعد كده الريزلتس الريزلتس جزئين كبار. أول حاجة هي presentation of the results، ثاني حاجة هي إيه correlation of your data. الأول أنت بت present your results ها بتعرضها in a respective systematic manner and present the results as text tables or graphs but don't repeat the same data in more than one. يعني الحاجة تعملها مرة واحدة بس. يا تكست يا تيبل يا جراف. إيه اللي بيحصل في الرسائل؟ يقول لك the mean age of the patient 38 زائد او ناقص 12. وبعدين هو انتوا مش مصدقين ولا ايه؟ ده حاجه كبيره قوي، ده اختراع جامد. ده مش مصدقين، طب اعمل لك جدول يروح عامل جدول تك تك تك. بعدين انت برضه مش مصدق يروح عامل له ايه؟ صوره. يعني الناس بتفهم يا اخوان الموضوع مش it is not it's not it's not so complicated like that ان انت تقول جدول تقول له تكست وتاخد مره، الحاجه تتعمل مره واحده بس. وين افضل هنقولها. طيب، the reader is entitled to have the data presented in a logical order which may not have been the order in which the work was done. ساعات انت الف يدي الب وب يدي الجيم والجيم يدي الدال، منطقي. ساعات انت لو تيجي تبدا البحث وتروح بادئ من ب على طول. تمام؟ ما اعمل اللي انت تعمله، لكن لما تيجي تكتب اكتب ايه؟ منطقي، ا لب لج لد. تمام؟ بعد كده correlation of data انت بتخبط الحاجات في بعض عشان to prove or disprove your hypothesis. Correlate your data with each other to obtain an objective proof of your hypothesis. In science, the object is a precise measurement. جاليليو سيد انا بحب اول المقوله دي. قال ايه الراجل ده جاليليو؟ قال measure what is measurable and make measurable what is not. يعني الحاجه اللي ليها قياس استخدمها، كيلو، سنتي، كذا استخدمها. حاجه ما لهاش قياس اخترع لها قياس. بتخترع القياس بايه؟ بالاحصاء. زمان من حوالي 150 سنه ما قبل ما كانش فيه احصاء كان يقول لك ايه؟ سخن بارد، طويل قصير، تقيل تقيل خفيف. تمام؟ بعد كده المتر شافوا المتر والسنتي وبعدين من المتر الكيلومتر وبعدين الاوزان الجرام والكيلو جرام ده فرق جامد قوي فين؟ في القياسات. وبعدين ابتدت بقى الاختبارات بقى المان ويتني وكذا 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 اللي هي الاختراعات بتاعت علم الايه؟ البحث. In biological sciences all measurements are inexact so the only way to describe this variability is to use statistics ايه الترمينولوجي. تمام. دي بقى ان الستاتستيكال سيجنفيكانس والكلينيكال امبورتنس اللي انا كنت بقولها في الاحسن مش ضروري بقى عشان ايه نختصر الوقت شويه مش هعرف اقولها دلوقتي لان لازم لها اكزامبلز. طيب في بعض النصائح
Don't write any result for a method not mentioned in the section of materials and methods. لازم الحاجة اللي قلتها في materials and methods هي نفسها اللي لها نتائج. وما ينفعش يبقى حاجة لها نتائج ما لهاش إيه؟ أصل في materials and methods. Results must be written in a very clear, non-equivocal, non-confusing manner. لازم تبقى very clear. Avoid redundancy اللي يبقى كل حاجة تتقال مرة واحدة. The only relevant results which are related to the aim of the study should be mentioned. Don't distract the attention of the reader by writing irrelevant results. الحاجات اللي تصب في خدمة الأوبجيكتيف هي بس اللي تكتبها. ساعات بيحصل جدا في وأنت بتعمل الرسالة بيجي لك جدول معقر معاك قعد أسبوعين ثلاثة مش عايز يظبط أبدا. هتيجي في يوم كده ربنا بيفتح عليك الجدول ظبط. فحصل نوع من انواع العشق بينك وبين الجدول، جدول حبيبي. فبقى نفسك بقى كل مقاله عايز تحط الجدول ده من التعب اللي انت شفته. فاذا ما كانش الجدول بيصب في يخدم الاوبجيكتيف اوف ذا ستادي ما تحطوش، لانه هيتسبب ان المقاله يبقى فيها مشكله. معلش يا دكتور، الجزء ده عدد بيتكرر في المتاريال الميسك بيتكرر في لا ما تكررش. لا في ناس بتتكرر في ناس بتقول لا ما تكررش، الحاجه بتتكرر مره واحده. احسن من كده. لا زي ما انت عايز، دي مش مشكله ديموغرافيك. لا لا ديموغرافيك انت دايما بتبدأيها في الداتا ريزلتس بتعرفي الديموغرافيك كاركترستكس او الديتيشن سواء كانت مجموعتين او مجموعه واحده. لا لا انت هتقولي الماتيريالز اند ميثودز، هتقولي الانكلوجن كرايتيريا والاكسكلوجن كرايتيريا وتعريفهم واعدادهم والكلام ده تمام. توصيفهم بقى بيبقى في الايه؟ طيب الكومباريتيف ستاديز اتش كومباريزن شود بي سبورتد باي اتس اون ستاتيستيكال اناليسيس. اوعى تعمل اي مقارنه ما بين مجموعتين او اكثر من بير بحث. اي جدول فيه مقارنه لازم يبقى فيه تي فاليو على ايدك اليمين في الاخر، يبقى فيه ستاتستيكال اناليسيس. بعد كده لما تيجي تكتب ما تكتبش الكلمات اللي نص نص، تقول most of the patients, some of the patients, most probably, the vast majority of patients, minority of patients. لا دي الكلام النص نص ده ينفع فيه في الدسكشن. لكن في الريزلتس ما تقولش فاست ماجورتي 75% تقولهم 75% 2% تقولهم 2%. يبقى ما فيش موست بروبلي اي جيس اي ثينك اي تك. كل ده في الدسكشن، لكن في الريزلتس كل الحاجات ايه؟ فيري سترايكنج، يعني ايه؟ فيري كونكلوسيف. دونت لوس يور اوبجيكتيف، احنا قلناها قبل كده كل حاجه لازم تخدم الايه؟ الايه اوف ديستر. طيب تعالى الراجل هو الخواجه هو هيسال هيقول لك ايه بقى؟ يقول لك كان ذا ليدر اسيس ذا ريزلتس بيزد اون ذا داتا بروفايدد؟ از ذا انفورميشن ستريت فورورد اند نوت كونفيوزنج؟ ار ذير ادكوت كنترولز؟ ار ستاتستيكال ميثودز ابروبريت؟ دي الاسئله اللي هيسالها الخواجه وهو بيعمل الفالويشن سيكشن اوف ذيس. بعد كده الدسكشن. كلنا عارفين الدسكشن انت بتناقش نتائجك بنتائج الاخرين، لا دي واحد من اربعه. اول حاجه هو الشورت ريفيو يعني انتروداكشن تو ذا دسكشن، ثاني حاجه دسكشن اوف ذا ريزلتس، ثالث حاجه نيو اديشنز ان يور ستادي، رابع حاجه ليميتيشنز اوف يور ستادي. اول حاجه في اليوم صح انك تبدا الدسكشن انك تفكر القارئ باهميه الموضوع، لانه ابتدى يزهق. انت الاول قعدت تقول له كذا 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 وبتاع، فصدقك الراجل او الست. وبعدين ابتدى دخل ابتدى يفقد حماسه بعد ما قرا الماتيريالز ميثودز وريزلتس. فانت عايز تشده تاني تقول له معلش افتكر ده الموضوع ده مهم، ده في كذا كذا كذا. فلازم تبداها بايه؟ انتروداكشن كده حلو تحفز القارئ انه يكمل الحاجه بتاعته. نعم؟ لا الام في الجاب في البرودكشن، لكن دي اهميه الموضوع، يعني دي حاجه مهمه حاجه بس. عيد الكلام تاني، هو عمل الكلام ده في البرودكشن ماشي تعيده تاني ولا بارافريز؟ لا بارافريز ما تعيدوش. ما تكررش الكلام اللي بتعمل له بارافريز، تعيد صياغته مره اخرى.
يتقال بنقوله بطريقه ثانيه. بنقوله بطريقه ثانيه. بعد كده discussion of the results, each result obtained must be adequately discussed in comparison with similar previous studies. If results of your study is different from previous ones, an explanation must be given. مفيش حاجة اسمها إن أنا قلت كذا وهو كده. مفيش حاجة هي مش خناقة هي أصلا. مفيش حاجة اسمها هو كده أنا شفت كده، لا. لازم تفسر. الناس قالت كلها يمين أنت بتقول شمال. ممكن تكون أنت الوحيد اللي صح. بس لازم تفسر ليه أنت قلت مختلف عن الناس. تمام. بعد كده لازم يبقى في باراجراف كامل على النيو اديشنز ان يور ستادي. ايه الجديد؟ انت اضفت ايه؟ مهم قوي الحكايه. وبعدين رابع حاجه اخر حاجه اللي هي ايه؟ لازم بقى ايه؟ تعمل ليميتيشنز. It is better to criticize yourself being criticized by the others. انت مفيش حاجه بيرفكت الا ربنا بس. كل ستادي فيها مشكله، وانت اعرف الناس بالمشكله بتاعتك في الاستادي بتاعتك. فانت تروح قايل ليميتيشن، هتقول مثلا ان العدد كان قليل، لان مفيش راندومايزيشن كنترول، معرفش ايه، مش عارف ايه، وبعدين تدي ادفايس للايه؟ للاذرز فيوتشر انفستيجيتورز هاو تو ليميت. زي ما الدكتور حسن بيقول، دي بقى الليميتيشنز دي بتبقى النقطه اللي الناس بعديك تبدا وراك منها. لان انت اصلا قلت عن العيوب عندي كذا كذا، فانت بتاخد لك واحده من دول وتبتدي ايه؟ تشتغل عليها. تقول مع عدد قليل تاخد عدد كبير، مفيش راندومايزيشن عملت راندومايزيشن، مفيش كنترول تعمل له كنترول، مفيش مالتي فاريبل تعمل له مالتي فاريبل، يبقى دي النقطة اللي بتنطلق منها للايه؟ للأبحاث المستقبلية. فدي بعض النصائح برضه بتعمل الدسكشن. Results must be discussed in a respective logical clear manner. وبعدين each issue must be discussed in only one place. Avoid repetition of others. يعني انت مثلا تاخد نقطة خلصتها وبعدين مشيت ما ترجعش للنقطة دي تاني، كل نقطة تاخدها تخلص عليها مرة واحدة. Don't return to discuss it previously discussed. Avoid opinion bias. يعني ايه؟ عادة انت بتبقى متحيز، انت الشغل بتاعك مع مجموعة ألف، فبتروح جايب كل الريفرنسز بتاعت مجموعة ألف وبتتجاهل تخلص المجموعة دي. لا، خليك فير. اللي ليك ليك واللي عليك عليك. يعني زي ما في ناس معاك ناس ضدك بما يرد لك. ليه؟ لان الريفيور بيبقى عارف، هو فاهم الموضوع وقريب. فما تاخدش، غالبا بيروح واخد كل الريفرنسز اللي معاه وبيروح واخد واحد او اثنين على استحقاق كده من اللي ضده. بس لازم ينحاز برايه. لا، ما هو بيدافع عن رايه. بس لازم يعرض وجهه نظره. بس لازم يدافع. ما هو بيدافع عن رايه. هو بيدافع عن رايه، بس لازم يقول الناس الثانيه قالت كذا ووجهه نظرهم كانت كذا برضه. لازم تبقى فاهم في العرض. احيانا بيبقى مثلا ده الكونفورت او الديسكورت او التجريب، بتبقى في حاجات بتبقى احيانا البعض بيحس انها بتتكرر كتير. يعني نفس الكلام ده بقوله بعيد اجري مع كذا ومقدس اجري، يعني مش مكتوبه حلوه يعني، فاهمني حضرتك؟ يعني البوينت انا مثلا 10 بوينت تكون بوينت اخدها واقول ان دي مثلا ويز فلان فلان واجري مش المفروض بعد كل حته اقول اكسبلانيشن واحده اشرح حاجه. يعني يبقى كل الدسكشن كده ويز واجري مش هو الدسكشن كلها كده. يعني هي كده. هي الدسكشن كلها. اذا كان انت الموضوع الاختلافات في الراي عايزه اكسبلانيشن تقول، يعني مثلا دي بقى لما بتعرف بقى تايب 1 ايرور تايب 2 ايرور الكلام انت بتلعب بيه بقى في الايه؟ في الدسكشن. اقول مثلا كذا كذا ده عندهم تايب 1 وده هنا كده ديو تو سمول سامبل سايز، هنا ما كانش فيه راندومايزيشن. فالكريتيسيزم ده كرييشن. ده كل ما بتبقى انت متمكن من الابحاث والستادي ديزاين، لذلك الكلام اللي قلناه مهم. بقدرتك متمكن من الحاجات وقاريها كويس، فبتقدر تخش تنتقد عارف العيوب بتاع كل استاد. تمام؟ خلاص this and this should be accepted in future study. اديك انت عملت اهو نقطة بحثية لناس تانية. حد تاني يعملها. كل حاجة وليها حل. اهو.
A disagreement between various authors could not be explained in the current study. We advise future researchers to make future studies to solve this issue. يعني دي نقطة بحثية جديدة، وأنا بقترح يعني لازم أخلص الموضوع كله في البحث بتاعي، ده أنت بتبدأ بنقطة بسؤال وبتنتهي بعشر أسئلة. بس وفاق كل ذي علم عليم، كل ما بتخش في العلم بتزداد جهل. لأن أنت تفتح لك أسئلة أخرى كتيرة جدا من السؤال اللي أنت داخل بيه. أنقاضي جالك أهو، هيسأل هيقول لك إيه بقى؟ Do the authors comment adequately on all their results? Have the authors explained why and how their study differs from already published articles? Do the authors discuss the potential problems and limitations with their study? Are the authors' conclusions supported by results? ديت الأربع أسئلة اللي بيسألها الخواجة بتاع الإيه؟ اللي هي evaluated section of discussion. طيب بعد كده السمري، السمري في بعض الجورنالز بياخد السمري از انتيتي زي الانترودكشن وزي الابستراكت وكده، بيبقى عنده فورمات كده لوحده سمري لوحده. وفي بعض الجورنالز مالوش سمري، فانت بتكتب السمري ده از لاست باراجراف اوف ذا سيكشن اوف ديسكشن. It could be written as a separate section or a last paragraph of the discussion. It should stress on the most relevant findings of the study. It is the take-home message of the study. It is the digest of the whole study. It is not repetition of the abstract. It justifies and explains the conclusion of this study. طيب. بعد كده references. References ليها two styles. الالفابيتيكال ده بيبقى للرسائل والفانكوفر للجورنال. انتوا هنا الستايل في اسيوط ايه؟ فانكوفر. انا في المنصوره الفابيتيكال. في المنصوره الفابيتيكال. كلنا عارفين الالفابيتيكال انت في المقاله بتكتب ايه فلان كم سنه كذا او فلان عند فلان كم سنه كذا او فلان قتال لو اكثر من اثنين سنه كذا. وبعدين في الريفرنس سيكشن بترتبهم ايه الفابيتيكال وذاوت نمبرز، ما تقولش واحد الف اثنين مش عارف ايه وذاوت نمبرز الفابيت. تمام. في الفانكوفر انت بتحط اكوردنج للايه للفيرست ابييرنس اوف ذا انفورميشن. طيب ال 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 نعم بياخد رقم. وفي في بقى في برنامج اسمه اند نوت اللي هو ده لما تتدرب عليه بيظبط لك الريفرنسز. طب جميل جميل جميل. طيب each journal has its own style of references in the house style which is explained with the instructions to the authors. So you have to read the instructions and examine the recent copy of the journal. كل journal وليه style، لازم تلتزم بالstyle بتاعه بالظبط. All references should be written in the same style with the same arrangement. ما ينفعش كل reference معمول بستايل مختلف، لازم كلهم يبقوا ايه؟ بنفس الستايل. Recent references are better than old ones and a book reference is of the least significance. The integrity of the references is the responsibility of the authors only, neither the referee nor the journal. ساعات انت وانت بتعمل الرسائل بالذات هيقول لك فلان سنة كذا جورنال كذا فوليوم كذا. هتروح للجورنال سنة 2000 فوليوم كذا، تروح مطلع الفوليوم صفحة كذا ما تلاقيش الايه؟ المقال. يبقى ايه؟ اوثر كذاب. اوثر كذاب. الريسبونسبيلتي دي بتاعت الاوثر وليس الريفري اللي راجع المقاله ولا الاديتور ان شيف. كتير جدا من الاوثرز بيضللوا الريفيورز ويروح كاتب ريفرنس لا يمكن الاستدلال عليه. كنوع من التزوير. طيب some journals have a maximum number of references that should not be exceeded. لو مثلا بيقول لك ان الاوريجينال ارتكل لها 20 ماكسيموم ما تزودش عن 20، هم ال 20. If you are lax with the references, you may have been lax with the entire paper. A reference, لو انت عقدك ساعات يحصل ايه؟ انت تبقى قاعد في المكتب ويجي لك تليفون مثلا من طنطا او الزقازيق، دي على بعد ساعتين من المنصوره.
رئيس قسم المسألة في الزقازيق يروح يقول لك دكتور احمد احنا بندعوك انك تناقش لنا رساله دكتوراه للكانديديت فلان الفلاني بعد 3 شهور. تقول له متشكر جدا من كل الشهور وبتاع مش عارف. وافقت وبعدين حطيت السماعه من هنا جالك نايب حصل مشكله في ايامها حصل له ميتنج ايام احداث متلاحقه حصلت ما كتبتش ما كتبتش معاك خلاص نسيت خالص. عليك بعد في يوم كده الصبح الساعه 7 الصبح جه لك تليفون صباح الخير يا دكتور انت فين؟ ولا انا نايم انا لسه الساعه 7. تقول لي انت مش عندك دلوقتي مناقشه رساله النهارده؟ هذا بقى يبقى انت قدامك ايه؟ هما الساعتين بتاع الزقازيق هتجيب لك بقى سواق السوق العربيه وانت تقعد فين؟ على الكرسي اللي ورا وتروح ماسك الرساله. أول حاجة تمسكها إيه؟ الريفرنس. هتلاقيه سمك لبن تمر هند هتخش تبعزقه على طول. هتخش في مصاريفه وتطلعه على طول كده. هو ده الفيري سنسيتيف انديكيتور إذا كان الولد أو البنت دقيق ولا لأ. في بقى أنا كان عندي يعني طريقة لمناقشة الريفرنس بشوف الأول عدد الريفرنس 100 مثلا. وبعدين اشوف البرسنتج بتاع اخر 5 سنين الموست ريسنت كل ما تزيد النسبه تبقى افضل. وبعدين اشوف البرسنتج بتاع الريفيو ارتكلز او البوك ريفرنس كل ما بتقل. نعم كنت قريت متاسهل. لا ما يعني كل ما بتقل كل ما بتبقى افضل. وبعد كده اشوف البرسنتج بتاع الريفرنسز التي لا يستدل عليها. يعني في ريفرنس من غير سنه من غير فوليوم من غير اول صفحه. وبعدين تشوف النمبر اوف سايتد ريفرنسز. واحد بيقول لك مقاله تشاينيز وهو كاتبها كريفرنس فانت بتقول له انت بتعرف صيني؟ يقول لك ما اعرفش صيني بس انت كاتبها. يبقى انت معناها ان انت قريت المقاله. انت ما قريتش المقاله انت قريت الابستراكت. لازم تبقى سايتد من مقاله ثانيه. يبقى لازم كل رساله لازم يبقى فيها سايتد ريفرنسز. مقاله مثلا جايبها لك سنه 1912 انت شفتها هيقول لك لا ما شفتهاش بس هو واخدها من حته ثانيه. يبقى لازم كل رساله فيها نمبر اوف سايتد ريفرنسز الحاجات الصيني والتايواني والهندي ومش عارف ايه نون انجلش ليترشر والحاجات اللي سنه ست مثلا فيري اولد هو واخدها فانت بيكتبها زي كتبها كاوريجينال وبعدين بيقول سايتد فروم او كوتد فروم يروح واخدها من ايه؟ يكتب الريفرنس اللي هو خد منه. بس هو الجزء اللي انا خدته ده في مره ثانيه قديمه. اه لازم تاخد القديم. الاوريجينال هو ومستخدمه 2015 طب بالنسبه لي احسن استخدم حاجات ماشي خلاص. انا لو حد راجع وراكي هيلاقيكي انا كنت بعمل كده في البرزنتيشن اللي فات بس اعتقد احنا مش هنلحق ان احنا نقوله انك ازاي تجيب ال لما تعمل بارافريزنج او تجيب الريفرنس تجيب الريفرنس الاصلي تاخد من الاصل وليس من المتاخد منه. انا عارف انا بقول الايديا انا بقول الايديا لكن هو غالبا الناس بتاخد الاكراد وخلاص مش طب لو في حضرتك مثلا لا انت عامله مثلا 4 أو 5 أبواب في كل شطر. لما هاجي اكتب اقول ان ده الكلام بتاع مثلا لا هو ده ويب سايت ده ويب سايت ويب سايت مش ويب ده في اسوشيشن كبيره بتطلع كل سنه حاجه انا بمشي عليها زي دبليو او كذا انت بتاخد اخر بتاخد الفيرجن بتكتب اسم الاورجنايزيشن دبليو اتش او كذا كذا وعنوان كذا ومنشوره فيه بس ده حاجه اورجنايزيشن اورجنايزيشن تحت اسم الاورجنايزيشن اسم اقول اسم الاورجنايزيشن والسنه بتاعتها ما تجيبش الاسر اللي جواها. لا طيب بعد كده التيبلز اللي هي الجداول دي اوبجيكتيف اوف ذا تيبل از تو بيك اب ذا كونتنت
without reading the text and to reveal the results at a glance. بيلمع النتائج بيشيك بيبقى شيء حاجة حلوة. طيب ايه هو صفات الجدول الحلو؟ It should be completely intelligible to the other, so it is a single unit of communication, therefore it must be completely informative. يعني أول ما تبص له ما تحتاجش إنك تروح للإيه؟ للتكست. كل حاجة فيه حتى لو الابريديشن مكتوبة تحتيه. الستاتيستيكال أناليسيس موجودة فيه، كل حاجة موجودة فيه ما تحتاجش تبص لحاجة. It should supply the maximum of information with the minimum of words. لو تلاقي الكلام متكرر يبقى الجدول وحش. الجدول ما فيش فيه كلمة متكررة. الكلمات المتكررة دي لازم تيجي على الجنب يا إما بالطول أو بالعرض. Data should be arranged in correct order, omit unimportant values, and eliminate unnecessary words. طيب أهو السؤال أهو الدكتورة سألتني مش أنت ساعات بيبقى عندك داتا محتار عايز تقدمها في جدول ولا تقدمها في تيبل؟ تسأل نفسك سؤال What is more important to the reader؟ ها؟ لو كان ترند بس أحسن أوحش أطول أقصر يبقى صورة، لكن لو كان إكزاكت فاليوز يبقى تيبل. كل واحد يبقى عارف بقى التخصص بتاعه وعايز ينظر. فبعد كده سم أدفايس تيبل شود بروفايد أديشنال إنفورميشن not present in the text to avoid redundancy. And tables should be carefully designed to avoid repetition of headings and to be simply clear, not confusing and easy to follow. It should be condensed, avoid splitting of data as all possible relevant information should be presented in one table. احنا بنعمل ايه في الرسائل؟ age جدول، gender جدول، symptoms جدول، signs جدول. كل ده يجي في جدول واحد. فهي مش بالعدد. لكن ايه؟ ما تعملش جدول معقد جدا يبقى مليان ثلاث اربع صفحات، وما تعملش جدول سطرين وكان بين ذلك ايه؟ قوانين، يبقى في النص، يبقى لما ده جدول مبعزل قوي كتير قوي سوفيستيكيتد ولا جدول ايه؟ شيء صغير، لازم الحاجه تبقى ريزو. لاي مقارنه لازم يبقى فيها ايه؟ تبقى ستاتيستيكال. لو في abbreviations لازم تتكتب تحت الجدول حتى لو كانت موجوده في التكست. Tables are should لما انت بتيجي تعمل الرساله بتاعتك فانت بتحط الجدول اقرب ما يمكن الى التكست للمعلومه. ده في الرساله عشان انت المنتج للرساله، انت الببلشر. لكن لما بتعمل المقاله ما تحطش الجدول او الصوره جوه التكست. خلي كل جدول لوحده في صفحه لوحده بعد الريفرنس. وكل صوره لوحدها في صفحة بعد الريفرنس. ما تحطش الجدول أو الصورة جوه، أنت بتقلب التكنيكال إديتور. الإديتور هو بيجي عايز بياخد الحاجات دي ويقطعها ويحطها في أماكن أنت مالكش دعوة بيها. لذلك لو أنت بتشوف الجالي بروف بتاع المقالة البروفر تلاقيه مهتم جدا يعملها تي 1 اف 1 تي 2 اف 2 اللي هو تيبل وفيجر. ومهتم جدا وحاططها ببورد على اليمين كده في الحتة البيضاء الفاضية. عشان ايه؟ يبقى متاكد ان الايه؟ ان رقم التيبل او الصوره ظهر قبل رقم الايه؟ الجدول. كتير جدا وانت بتيجي تقرا تلاقي جدول بسم الله الرحمن الرحيم طلع فجاه كده او صوره. لازم الجدول او الصوره رقمه يظهر في التكست قبل ما الجدول يظهر. طيب بعد كده في الفيجرز اند الالستريشن الاوبجيكتيف از نوت اونلي تو جراسب ذا مسج ايزلي بوت ات شود هولد ات لونجر اند ذا كومن فريز از وان بيكتشر از وورث 1000 ووردز يعني الصوره خير من 1000 كلمه يبقى الغرض من الصوره انها لازم تو كونتين ان انفورميشن ما تبقاش بس زخرفه ان انا بحط الصوره للتجميل لا الصوره لازم ايه تعمل حاجه لازم to introduce or to explain or to summarize in English. طيب ازاي تعمل صوره حلوه؟ الصوره الحلوه لازم تبقى simple because simplicity is the key note of all art. كل ما الحاجه تبقى simple كل ما الحاجه تبقى chic. Avoid sophistication and secondary details
there should be no repetition and no contradiction with the information in the tables or in the text, and consider good reproduction and photocopy. يعني ايه الكلام ده؟ زمان لما كنا زمان من 20 سنه مثلا لما كنت بتنشر مقاله كنت بتطلب ريفرنس من الايه؟ من الببلشر. بتطلب 100 ريفرنس. فكان يجي لك ورق صغير كده واحده من الصين من الهند من امريكا من اوروبا يقول لك احنا مبسوطين من المقاله بتاعتك ابعت لي ريفرنس. فكنت بتحطها في ظرف وتحط عنوان الخواجه وتبعتها لك. نوع من الكومبلمنت من يعني التعاون بينك وبين العلماء على المستوى ده. دلوقتي ما عادش حد بيعمل كده. لو انت مبسوط من المقاله بتروح تصورها. اما تيجي تصورها لو الصوره فيها اصفر فاتح، اخضر فاتح، برتقالي فاتح، الخطوط دي مش هتبان فين في التصوير. لذلك لما تيجي تعمل الصوره بتاعتك لو هي بالالوان لازم تتاكد ان الالوان تظهر زاهية انها تظهر فين لما تعمل في الصورة الضوئية. طيب زمان كنا بنعلم بقى البتاع ما عادش دلوقتي عشان ايه بقى كله الكتروني. كنا بنعمل كان ساعات المقالات الصورة تظهر مقلوبة لانه كنت بتعمل فوق وتحت ويمين وشمال وكده. دلوقتي عاد ايه عشان كله الكتروني. طب الليجن فور فيجرز ده تعليق على المقالات على الصور. ما تحطش التعليق فوق الصوره او تحتها. الليجنز تو فيجرز بيبقى صفحه لوحده في الاخر خالص بعد الايه تيبلز بعد الفيجر. تقول ليجنز تو فيجرز فيجر 1 تعليق فيجر 2 تعليق. يبقى الصوره تحط فيها رقم الصوره بس ما تحطش التعليق فوق الصوره او تحت الصوره. ما تحطلهاش عنوان. لا حط لها فيجر 1 رقم. ما تكتبش عنوان خالص فيجر بس 1 بس. وبعدين ليجنز تو فيجرز بقى عنوان الصوره تكتبيها بايه؟ في صفحه واحده. ليجنز تو فيجر 1 نقطتين الكلام، فيجر 2 الكلام، او فيجر 1 ايه كذا، فيجر 1 دي كذا. تمام؟ ارجو. لا في مجلات بتسمح ان الفيجرز والتيبلز تبقى جوه تكس. لا لا انت لو عملت كده هو بياخدها وخلاص مش هيرفضها. عشان كده هو تكنيكال اديتور هياخدها ويظبطها. انا بقول لك ادفايس الحاجه المظبوطه لان انت كده بتقرف الراجل لانه مش هو ده المكان اللي هيحطه فيه. هو هيحطه طبقا لستايل معين بيعملها عمودين بقى او ثلاثه وبتاع ليه شغل هو بتاعه. فانت لما بتسهلي عليه لما بتحطيها لوحدها بتسهلي عليه الشغل. لكن حطيتها جوه مش من ضمن الحاجات اللي هيرفض لك المقاله فيه. بس انت بتدل على عدم خبره. ده غير الرسائل. الرسائل انت اللي بتعملها لنفسك فبتجيبها اقرب ما يمكن من الايه؟ من التاني. لما تيجي تكتب ليجنز ما تكتبش ليجنز طويل جدا. ساعات تلاقي الصوره وعليها نص صفحه تعليق. فانت بقى ما تخلص التعليق تنسى اساسا ما إيه انت كنت بتشتغل في ايه. فلازم الليجنز يبقى قصير وما بقاش يعني ايه بيسهل. الاكنولجمنت بتتكتب في الاخر. مين بقى اللي يحدد مين اللي يبقى اكنولج او ما يبقى فيرست اوثر؟ دي بتبقى ديل مع المجموعه من الاول عشان ما نتخانقش مع بعض. ده هيبقى اكنولج وده هيبقى اوثر وده هيبقى كذا. لازم نتفق مع بعض من الاول ولازم نحترم الكبير. لو في لينا كبير وهو يقول لو ده بس اكنولج يبقى لازم ايه ما نقعدش نتخانق مع بعض بقى في حاجات من فاكرين بقى قلنا الابستراكت كان اخر حاجه أو هو آخر حاجة بيعتمد بقى على الستايل بتاع المجلة. أغلب المجلات بتبقى أربع حاجات أوبجيكتيف ماتيريالز أند ريزلتس كونكلوجن وبتكتب الأهم حاجة في الإيه في الأربعة. في بقى مجلات تانية ليها فورمات تاني فأنت بتشتغل على الفورمات بتاع المجلة. الورد كاونت بتاع الأبستراكت إز فيري امبورتنت لأن هو ده الوحيد اللي بيظهر فيه في كل المواقع. فلو قال لك 200 يبقى لو عملت 201 مش هتخش ممكن يكون اقل. فلازم تلتزم بالورد كاونت بتاع الايه؟ الابستراكت. طيب الكونكلوجن اول كونكلوجن شود بي سبورتد باي ذا ريزلتس.
The common mistake is to write a conclusion based on previous studies and not supported by your results. Your conclusion should perfectly satisfy the objectives of your study. Very common mistake عندنا وعند الناس تانية. أنت عملت drug A versus drug B in treatment of disease C. والإيه drug A is better. هو ده الكونكلوجن بس. ما تكتبش حاجة تانية. الناس بتقعد تحبش بقى، يقعد يكتب معلومات تانية مالهاش علاقة بهذا. المعلومات التانية دي تتكتب فين؟ في الدسكشن. Very common mistake. أنت تكتب بس اللي أنت لقيته في الستاتس. ايه الفرق ما بين الكونكلوجن والسمر والابستراكت؟ Conclusion is very few sentences expressing the message of the study. A summary is an extended conclusion. It justifies and explains the conclusion. In abstract, it contains the most important ideas. It is structured as objectives, methods, results, and conclusion. دي الverb tense بتاع أزمنة الأفعال. أنت تيجي تلاقي paragraph جاي جميع أم الأزمنة من عهد سيدنا آدم لغاية دلوقتي. كل الأزمنة موجودة في paragraph 1. ما ينفعش. بص الـ introduction والـ discussion والـ conclusion في الـ present tense. تمام؟ الـ methods والـ results في الـ past tense. وتمشي على كده. تمشي على كده على طول. تمام؟ الـ results والـ methods في الـ past والـ introduction والـ discussion والـ conclusion في الـ present. فاكرين لما الصبح خالص قلنا إن إحنا بنتكلم الكتاب العلمية ثلاث أضلاع، الضلع الأولاني الأوبجيكت الضلع الثاني، الضلع الثالث بقى هو الإيه؟ اللي هو الإيه؟ الميكانكس أوف رايت، صنعة الكتابة، الكتابة صنعة. Who will write when there are multiple authors, only one should write the paper because too many writers will produce a patchwork of different stuff. لما إحنا خمسة ما تقولش سوسن هتكتب الانتروداكشن وعلى هيكتب الميشنس وابراهيم هيكتب الريسس وهيطلع سمك لبن طمرين، مش هينفع. ليه؟ لان الستايل اوف رايتنج ذيس از ا كوبي رايت، كل واحد عنده ستايل بيكتب بيه، فلازم واحد بس اللي يكتب. تمام؟ اوثر شيب لايك سو ماني اكوايرد سكيلز ماست ستارت ايرلي ان لايف، سو جونيور شود رايت سينيور شود ريفايز. يبقى انت لما تيجي تكتب وانت استاذ تكتب حاجه لواحد صغير وترجع عليه يكتب ويرمط، يكتب ويرمط وتراجع وتراجع كذا كذا كذا، من خلال بقى رايح وجاي معاك كذا ثلاث اربع خمس ست مرات هيتعلم. يبقى انت وانت كبير ما ينفعش تبدا الكتابه وانت كبير، لازم تدي ايه؟ فرصه للاصغر منك يغلط وانت تصلحه، هي الخبره بتنتقل من كده. يبقى جينيور شود رايت سينيور شود ريفايز. فالراجل ده شوف عنده 30 ايد و40 رجل والكلام ده ايه؟ مستعجل عايز يعمل بسرعه. Much work is written up too quickly. It is wrong to believe that a research which has taken 2 years to complete can be written satisfactory in 2 weeks. يعني انت قعدت 4 سنين تشتغل في الرساله. لما تيجي تكتب اهدى بقى كده وصلى على النبي بالراحه وخد وقتك فين في الكتابه. وخد وقتك كويس واكتبها كويس، ما تبقاش متسرع في الكتابه. But these are the keys of successful writing. مفاتيح الكتابة النجاح. Clarity الوضوح. Simplicity البساطة. Good. If you want to be a good writer, you have to read good literature. لأن الإناء بينضح بما فيه. هات طفل صغير أو طفلة صغيرة كده لسه يا دوبك بيمشي كده. وديه حضانة أي كلام. ثلاث أربع شهور تلاقي البنت جالك تقول لك إيش فاباس؟ مساء العسل، مساء الفل. يا بنتي انت جبت الكلام ده منين؟ بنت لسه قد كده كانت بتتدحرج بتقول مش عارفه تمشي. ليه؟ لان هو ده اللي هو اللي هو بيسمع كده. فانت اذا ما كنتش هتقرا ليتريتشر كويس وجورنالز محترمه وتكست بوكس محترمه الكلام مش هيجي على دماغك على على بوقك خالص. انا لما بيجي في المنصوره لما بيجي انا قلت لكم انا بنقعد الصبح نص ساعه دي النايب لما بيجي يتكلم الاول اول ما بيبقى كبير يقعد ورا كده يسمع يراقب الجو وبعدين يطلع يقول مثلا ايه فور جروب مثلا نقول فور ديبارتمنت 1 ايه مثلا ذير از نو ادمشن ده اول كلمه هيقولها ما فيش دخول المنبر لسه بيتعلم ازاي يتكلم
بعد كده اول ما بيبتدي يتكلم نقعد نصلح له بقى في اللغه لغايه ما اتكلم انجليزي بيرفكت بالتريننج. وبعدين تيجي النايت جديد تقول له ايه، روح اعمل ده اول بفايل، اكتب لي ريبورت عن الحاله كذا، يقول لي حاضر. يجي يقول لك ايه بولت ايش مش عارف ايه كذا، وبعدين سمي كده، وبعدين سمي كده، وبعدين كده. ايه اللي انت بتعمل، ايه اللي انت عامله ده؟ ما فيش جمله على بعضها ولا في باراجراف على بعضه، لان هو متعود على كده، بيقرا المذكره هو كده. فلازم الكتابه العلميه المحترمه لازم تقرا تكست بوك محترم، ولازم تقرا ليتريتشر محترمه عشان تقدر تكتب. بعد كده avoid the cardinal sins of writing and avoid the cardinal sins of focus، يعني تتجنب خطايا الكتابه وخطايا الفوكس. ايه هي بقى cardinal sins of writing؟ lack of clarity، عدم الوضوح، repetition، عمال تكرر الكلام، wordiness، يعني الحاجة اللي تتقال في سطر تقولها في خمس سطور، use of jargon اللي هو